السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف أتحدث مع الناس الذين يعانون من فرط الشهية أو يحبون الأكل كثيرا، ومن منا لا يحب الأكل؟ فطبعا هذا الشيء يجعلهم يزيدون في الوزن بشكل رهيب جدا جدا، وذلك لحبهم للأكل. إذن اليوم سوف أعرفكم عن مشروب بسيط جدا، مكوناته متوفرة عن تجربة، وهو بالفعل رائع، وأنا متأكدة 100% بعد تجربته فقط بأسبوع أو أقل سوف تتركون لي تعليق وتشكرونني على هذا المشروب. إذن بدون تطويل في الفيديو سوف أنتقل إلى المكونات. هنا قمت بأخذ القليل فقط من المكونات، وذلك لكي لا تغلطوا أو لكي تعرفوا المكونات بالضبط. المهم سوف أحتاج فقط هنا إلى قشر الرمان، فقط القليل من قشر الرمان. رأيتم أنا هنا تعمدت أن أخذ القليل فقط من قشر الرمان الذي سوف أستعمله، كما رأيتم بهذا الشكل. سوف أقوم بوضعه في كوب، الكوب يجب أن يكون كوب كبير، فأيضا الماء يساعد على غلق الشهية أو سد الشهية وتقليل كميات الأكل. إذا سوف أحتاج إلى رمان أو قشر الرمان، من الأفضل أن يكون صحيح وليس بمدقوق، الأفضل أن يكون بهذا الشكل لأننا نريد ماء قشر الرمان فقط. إذا استعملتم الرمان المدقوق يمكن تصفية الماء. إذا سوف أخذ القليل فقط، سوف أقوم بإضافة الماء المغلي بهذا الشكل حتى يمتلئ الكوب. كما رأيتم هنا اللون يتغير، سوف أريكم اللون يبدأ في التغيير كما ترون هنا لون الأصفر. إذا سوف أغطيه جانبا وسوف أتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتى يبرد. هنا سوف أريكم يعني الفيديو أو أريكم الطريقة وأنتم اتبعوها بشكل صحيح. إذا عندما يبرد الماء جيدا سوف أقوم بإزالة قشر الرمان، سوف أقوم بإزالة قشر الرمان، وسوف أقوم بإضافة ربع ملعقة من الزنجبيل الجاف، زنجبيل الجاف المطحون. يمكن استعمال الزنجبيل الأخضر فهو أكثر فعالية، فقط ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف أو المبشور، فقط ربع ملعقة. سوف أقوم بإضافتها إلى الماء بعدما ينقع جيدا لمدة ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين بالأكثر، وبعد ذلك أقوم بشربه نصف ساعة قبل الإفطار أو نصف ساعة على الريق، ونصف ساعة قبل العشاء، أو أتمنى أن لا يعني أن تقوموا بإزالة العشاء نهائيا عفوا على اللغة العربية. المهم الفيديو مفهوم جدا، إذا لم تفهموا أي شيء اتركوا لي أسفل في التعليقات سؤالك أسئلتكم وسوف أجيب عنها. كما قلت فقط مرتين على الأكثر في اليوم، أو يمكن استعماله مرة واحدة فقط قبل الإفطار بنصف ساعة أو على الريق، يعني بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. يمكن صنع هذا المشروب ليلا وتركه يبرد إلى الصباح، وبعد ذلك استعماله قبل الإفطار أو على الريق، وبذلك سوف تسد شهيتكم طوال اليوم بإذن الله. بالفعل رائع جدا جدا، هو فقط بالنسبة للناس الذين يعانون بمرض في المرء فلا يستعملون قشر الرمان. بالنسبة لفوائده الجمة والرائعة والكثيرة سوف أتركها أسفل في صندوق الوصف، منها كما قلت سد الشهية وهو الرئيسي والمهم في هذا الفيديو، وأيضا يعالج مشاكل الهضم. بالنسبة للنساء يعالج البرود أو البرودة الرحم، أيضا يعالج كما قلت القولون، هو بالفعل رائع جدا لأصحاب القولون، يقوم بتخفيفه تخفيف ألامه، بالفعل رائع جدا، يساعد على الهضم بشكل رائع.
رائع جدا بالنسبة للمعدة وبالناس الذين يعانون من تقرحات في المعدة أو من جرثومة المعدة، بالفعل يقضي عليها. هناك استعمال ثاني، إذا أردتم أن أقوم بفيديو ثاني لكيف أستعمل قشر الرمان لعلاج جرثومة المعدة، فأتركوا لي هذا أيضا أسفل في التعليقات. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن يكون الشرح كاف وواف. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة مجربة 100% بالمليون% مع قناة نور شانيل للوصفات. إلى اللقاء.